على كل بالعودة الآن إلى موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة وأيضا جائزة زايد لطاقة المستقبل. يسرنا أن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ في جامعة كولومبيا بنيويورك السيد ديفيد ساندلو، مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. أنا سؤالي الأول سوف يكون حول أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط التي تصدق وتصادق على اتفاقية باريس. أولا شكرا على استضافتكم لي، أنا مسرور جدا أن أكون في أبوظبي وأنا مسرور جدا أن أكون في دولة تكرم الطاقة النظيفة. هذا الاتفاق اتفاق باريس هو خطوة مهمة لأن عددا من الدول صادقت عليه، والآن الإمارات العربية المتحدة أصبحت أول دولة في هذه المنطقة للتوقيع على هذا الاتفاق. هذه خطوة جبارة، ومن خلال هذه الفرص لتطبيق الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والمضي قدما باعتباره لأدح أحد الحلول العالمية والإسهام في الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة. كيف يتم هذا الالتزام؟ أحد هذه التمظهرات هي الطاقة الشمسية، وأنتم محظوظون لديكم العديد من الإشعاعات الشمسية في الولايات المتحدة يغبطونكم على هذه الطاقة وهذه الثروة. طبعا هناك بعض التحاليل التي تقول إن الطاقة الشمسية هي أرخص الطاقات النظيفة، وكذلك من خلال كفاءة الطاقة هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نفعلها من أجل تقليل هدر الطاقة، وهذه خطوات بسيطة تدخر المال وتساهم في مكافحة التغير المناخي. من المعروف بأنه موضوع الطاقة البديلة والمتجددة كانت مكلفة، الآن مع التقدم التكنولوجي كيف رأيت التأثير على انخفاض هذه التكلفة؟ نعم هذا صحيح، في العشر سنوات الأخيرة كانت التكلفة غالية، الآن انخفضت إلى بنحو 80%، وهذه التكلفة ستتراجع، وهذا مهم لسكان الدول التي تعيش في أماكن جغرافية يمكن أن تستفيد من طاقات بديلة. في الإمارات العربية المتحدة هناك العديد من الخطط التي بدأت، وهناك إمكانات من أجل استخدام الطاقة الكهربائية من الشمس. أحد المبادرات التي أضاءنا عليها قبل قليل وتقوم بها الإمارات هي جائزة زايد لطاقة المستقبل، كيف ترون الإقبال على هذه الجائزة بعد 9 دورات؟ جائزة زايد لطاقة المستقبل هي مؤسسة عالمية حاليا تجلب التقدير من الجميع حول العالم، وأنا مسرور أن أكون في لجنة أعضاء تحكيم في هذه الجائزة. هذه الجائزة تعكس ميراث المتواصل للشيخ زايد من خلال الترويج لطاقة المستقبل والطاقة النظيفة، وكذلك تكرم القادة من مختلف أنحاء العالم في 5 مراحل و5 فئات. أول فئة هي الأشخاص أو جائزة الإنجاز الشخصي في الحياة، كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك الشركات غير الحكومية، وأخيرا فئة جائزة المدارس الثانوية. وأعتقد أن هذه الأخيرة مهمة والأهم لأنها تكرم وتجمع طلبة صغارا من مختلف أنحاء العالم. أحد هؤلاء المترشحين كان من مدرسة ثانوية في أبوظبي، لذلك المدارس الثانوية في الإمارات العربية المتحدة يشاركون ليس من الإمارات وإنما من كل أنحاء العالم. حدثنا أكثر عن الكرايتيريا، يعني كيفية اختيار المرشحين لهذه الجائزة. هناك عملية حول الترشيح والتطوع، وبعض الأشخاص يرشحون من قبل آخرين، وهناك من يرشحون أنفسهم ويتقدمون. هذا العام كان هناك أكثر من 1600 مترشح، والمعايير التي تعتمد تختلف من فئة إلى أخرى، لكن تركز على القيادة عالميا في الطاقة النظيفة. ونحن كلجنة اختيار ننظر إلى الأشخاص الذين صنعوا فرقا من خلال الترويج للطاقة النظيفة، ننظر أيضا إلى الشركات التي تعمل بانتظام من خلال الترويج للطاقة النظيفة والمتجددة. أنت عضو في لجنة التحكيم، كيف تم دعوة واختيار لجنة التحكيم؟
حسنا، أعضاء لجنة التحكيم هم قادة من كل أنحاء العالم، وبالنسبة لي أنا مسرور أن أكون جزءا من لجنة التحكيم وأن أشارك مع الآخرين الخبراء من مختلف أنحاء العالم. هم الآن في أبوظبي اليوم، وبالأمس تحدثنا عن مختلف الترشيحات وكذلك من يستحق أن يفوز. أنا أشكر حضورك معنا هنا الأستاذ في جامعة كولومبيا بنيويورك السيد ديفيد ساندلو، شكرا جزيلا لك. Thank you, Libna.